مرحبا بك سي نوري اللاجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، معروفة أكثر بالهيكات. مرحبا. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. سي نوري اللاجمي، المدة الأخرى العديد من المؤشرات اللي جات باش تكون عبارة على إنذار، عبارة على ناقوس خطر حول حرية التعبير، حول حرية الصحافة في تونس، آخرها في علاقة بالقانون الانتخابي. لاحظنا في القانون الانتخابي استبعاد تام للهيكة والمسألة تعديل الإعلام عموما. كيفاش فهمتوه هذا وكيفاش تلقيتوه؟ بالنسبة للقانون الانتخابي لم يتعرض لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. هذا إيش معناه؟ خاطر المرسوم جاء هو لتغيير بعض الفصول يعني نتاع القانون الانتخابي، دونك لم يتعرض إلى الفصول التي تنص على عمل الهيئة في هذا المضمار، بمعنى أنه عمل الهيئة متواصل تبقى. الآن طبيعة العمل نتاعنا ستتغير نظرا لتغيير طريقة الاختراع، فترة قبل كنا نختم على القائمات إلى غير ذلك، وتعرفوا يعني توزيع الوقت بالنسبة للقائمات، والقائمات معناها أحزاب. دونك الآن الاقتراع للأفراد سيفرز يعني منهجية أخرى سننظر فيها، لحد الآن لم ننظر في طريقة توزيع العمل هذه، خاصة أنه دو الطريقة اللي جات هما نواب عن الجهات، ما عادش نواب عن الشعب بصفة عامة. تو يلزم النائب اللي مش يتقدم في معتمدية معينة يلزم يقوم بالحملة متاعه في الجهة متاعه، ما عادش يجي، مش مجبور باش يجي العاصمة ولا في الوسائل السمعية البصرية الوطنية. توا خاصة يلزم توزيع آخر ربما في وسائل إعلام جهوية باش صوته يوصل والبرنامج نتاعو يوصل. دونك فما تغييرات ستحصل وسننظر فيها قريبا، تقريبا انطلاقا من الأسبوع المقبل. لحد الآن ما زلنا ما نظرناش. كاينك تلخص الإشكال الكل مع المرسوم حول القانون الانتخابي الجديد، كأنك تلخص الإشكال الكل في الجانب التقني اللي مرتبط بنظام الاقتراع، بينما أنه سؤالي كان حول أكثر حول مدى تقدير السلطة الموجودة حاليا لعمل لهيكا ولأهمية التعديل ولدورها في محطات تاريخية مهمة كما الانتخابات اللي جاية. شوف أنا جبتك من ناحية التقنية لأنه تتعلق بعمل الهيئة، كيف سنواصل العمل لمراقبة التغطية الإعلامية والحملة الانتخابية. تبقى فما جوانب أخرى اللي تخص خاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تهم المجتمع المدني، حضور المرأة، الإمضاءات هذوما التزكيات إلى غير ذلك. فما إشكاليات كبيرة اللي هي ربما ستعوق المسار، معناها مش تصعب الأمور، وفما ناس متخوفين أنه الصعوبة هذه مش تخلي العملية مش تكون سهلة. وقت تقول تطلب من واحد يجيب لك 400 تزكية وإمضاء، تعريف بالإمضاء، ومنهم 50% مرأة و 25% شباب لا يتعدى لا يتجاوز سنهم 35 عام، يعني إشكاليات كبيرة. هذه احنا كهيئة ما هوش عملنا، ما احناش باش نخوضوا فيها، احنا توليهمنا كيفاش باش نعملوا المنهجية، كيفاش باش نوفروا الإمكانيات من ناحية المؤسسات الإعلامية، وكيفاش الصحفيين باش يقوموا بدورهم للتغطية هذه. شنو خاطر فينا المون دور الإعلام هو باش يوصل دور الناس اللي باش يتقدموا الانتخابات، يوصل للشعب، يوصلهم للناخبين. وهذه مسؤوليتنا نحن أنه نراقب عمل المؤسسة الإعلامية ونفاذ إلى وسائل الإعلام من طرف الهيكة. تراقب المؤسسة الإعلامية خاصة في الفترات الانتخابية، لكن اليوم الهيكة هل أنها مجرد مفعول به من طرف السلطة، مجرد جهاز يتابع ويقوم بدور تقني، أم أنها شريك؟ خاطر كي راهو اللي القانون الانتخابي خرج من غير تشاور مع الهيكة، كيف وكيف العديد من القوانين الأخرى، لكن هنا قانون هذا مهم جدا،
الراولي الهيكل الحقيقة يتم التعامل معها كأنها مجرد جهاز تنفيذي بسيط ما عندوش الدور التعديلي، ما عندوش الخبرة والاختصاص. كيفاش تعيشوه التهميش هذية والتقزيم الهيكل هذي؟ شوف ربما ما نستعملش نفس العبارات تقزيم وتهميش، احنا لأننا قايمين بالعمل متاعنا افكتيفمون، لكن عبرنا على استياء الهيئة وأعضاء مجلس الهيئة لعدم التشاور في العديد من المسائل التي تهم العمل متاعنا، والمراسلات متاعنا تبقى بدون جواب فيما يخص مثلا تفعيل الفصل 19 من المرسوم اللي يخص الرأي المطابق بالنسبة لتسمية المسؤولين على الإعلام العمومي، التشاور في كل ما يخص احنا طبعا الهيئة كان من المفروض يقع تشاور معه، وهذا ينص عليه يعني حتى الدستور، يعني التشاور وكذا مع الهيئات المختصة عندما يقتضي الأمر في سن قوانين تهم الحق الإعلامي. في احنا كانت لنا قبل حل المجلس نواب الشعب قبل كان يقع استشارة الهيئة في القانون الانتخابي، وشاركنا في العديد من الدورات في الاستشارات وقدمنا أراءنا اتسيترا، لكن مرانا أن في هذه المرة خرج المرسوم ولم يستشر الهيئة فيما يخص عمل الهيئة ولا فيما يخص. هل أنه تعتبر السلوك هذا استثناء من طرف السلطة الحالية؟ لا، هو طول قاعدين نشوفوه، احنا نعيشوا في فتره استثنائيه صحيح، لكن من المفروض انه يقع التشاور مع الهيئه. لا نحكي استثناء، هل انه فما العديد من معناها المواقف من التوجهات اللي يتم المضي فيها دون تشريك الهيكل؟ شوفوا مع الاسف هو مش تشريك الهيكل برك، بدون تشريك الهيكل، بدون تشريك اي واحد، لا مجتمع مدني لا صحفيين لا، وهذا من المفروض انه يقع. تعرفوا احنا كنا مرينا فتره صعيبه صحيح، لكن مش معناها انه واحد ما عادش يتشاور مع المعنيين بالامر واهل الذكر، معناها اهل الذكر هم اللي قايمين على المواضيع هذه، كما حتى نقابة الصحفيين مثلا عندها راي في الموضوع، الجمعيات نقابة الصحفيين والجمعيات الايامات هذه خايفين برشا وحذروا بشدة، وطلبت نقابة الصحفيين سحب المرسوم 54 اللي صدر تزامنا مع القانون الانتخابي اللي كنا نحكيه عليه. تو حديثنا على المرسوم 54 حول مكافحة ما سمي الجرائم الإلكترونية. هل إلى أي مدى القانون 54 تراه يمثل تهديد لحرية التعبير؟ وإلى أي مدى المرسوم 54 يجي البولفيرس النظام اللي تم إرسائه من 2011 لليوم حول الإعلام، اللي هو الإعلام السمعي البصري يتم تعديله، والإعلام الإلكتروني والوسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة تخضع للتعديل الذاتي. إلى أي مدى يجي يشقلب الأمور الكل المرسوم 54 هذا؟ شوف المرسوم 54 مع الأسف حتى هو يتناقض مع بعض مقتضيات الدستور بتاع 25 جويل، يعني فما كما قال أستاذ في القانون قالوا كان فما محكمة دستورية ما نجمش يتعدى نظرا للتضارب مع بعض مقتضيات الدستور اصلا. ونشوفوا وقت نقراوا المرسوم 54 نشوفوا ان النواحي الزجريه والعقابيه تطغو على هذا المرسوم. صحيح احنا عندنا تول تسريب الاخبار الزائفه والاشاعات والى غير ذلك ولات معضله صحيح، لكن فما العديد من الطرق للتعامل مع المعضله في المعضله هذه. في العديد من الدول فما وسائل التربية على الإعلام، فما مقاومة الأخبار الزائفة في العديد من الصحف، في العديد من المؤسسات، في مجتمع
مدني إلى غير ذلك، هو دير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السامع البصري عندها منصة لمقاومة الأخبار الزيف. دونك فما فاكت تشيكينغ فما طريق طرق عديدة لمقاومة الأخبار الزيفة اللي بالفعل ولا تضر المجتمعات وتضر حتى الديمقراطية وتمثل خطر خاصة في الفترات الانتخابية إلى غير ذلك. لكن زادة أثبتت التجارب أن الحلول الزجرية ليست حلاً وتمثل خطراً على حرية التعبير، نظراً لأنه ولا كل إنسان مهدد ربما بالسجن وكذا، وشفتوا العقابات كبيرة كبيرة برشا، وخاصة لما يقع يهم الموضوع يهم ممثل عن ممثلي الدولة مثلاً يتضاعف العقاب تترى، وهذا طبعاً ربما سيثير يعني عدم رضا الصحفيين، لأنهم هم يتكلموا على ممثلي الدولة وهم ينتقدوا ممثلي الدولة ورؤساء المؤسسات العمومية إلى غير ذلك، ويجب أن يكونوا هؤلاء يعني عندهم قابلية أكثر من غيرهم، لأنه فما لدوفار دو ديفابيليتي معناها كل شيء. بالضبط. حكيت على الدستور الجديد، على الدستور 25 جويليا 2022، الهيكا كانت موجودة في الدستور جانفي 2014 ولم نجدها في الدستور الجديد. هل أنه هذا يظهر لي من الممكن فهمه على أساس أنه إعلان نوايا مهم حول اعتبار السلطة الحالية للهيكا ومستقبل الهيكا؟ لا أعتقد ذلك، لأنه في العديد من الدول الديمقراطية الهيئة التعديلية ليست موجودة في الدساتير. لكن أنها تكون موجودة ويتم حذفها، فما رؤيات، فما رؤيات تختلف، هو فما ناس في تونس حتى في تونس يقول لك فما العديد من الهيئات ولات مدسترة، فما هيئات غير مدسترة، شنو الكريتير، علاش هذا علاش مش هذا. أما أنا أقول الحاجة المهمة جدا يجب أن تتوفر في الهيئة المقبلة عناصر مهمة جدا، وهي الاستقلالية مهمة جدا والكفاءة، هذوما من الأشياء المهمة اللي هي توفرت العناصر هذه في الهيئة الحالية إن شاء الله. احنا طبعا الهيئة معناها أثبت العمل متاعنا أن هيئة مستقلة، نظرا لتعرفوا أنه الضغوطات جاتنا من كل الأطراف يعني، دونك ما احناش موالين لأي طرف، وطبعا الناس أكفاء اللي هما في الميدان يعني، من الميدان الإعلامي من القانون إلى غير ذلك، وقمنا بما يمكن أن نقوم به في خضم تعرف ظروف صعبة جات بعد الثورة وفترة تأسيسية ديما صعبة. احنا نتمنى انه تكون الفريق الذي سيأخذ طبعا المسؤولية يكون في مستوى الأمانة والثقة والاستقلالية والكفاءة، هذه مهم جدا. وإحنا بالمناسبة هذه نقوله ماذا بينا، راه ماذا بينا يقع توا النظر في يعني تبديل المجلس الحالي، لأنه توا تقريبا عن 10 سنوات راه المرسوم 116 ينص على 6 سنوات بالنسبة للرئيس. نفهم من كلامك سينوري اللاجمي أنه اليوم ما فماش تخوف على الهيكا وعلى مبدأ تعديل الإعلام السمعي البصري وعلى مبدأ أنه تكون فما هيئة مستقلة، بينما أنا نراه حذف الهيكا من الدستور، نراه استبعاد الهيكا من المسارات اللي سن القوانين والتشريعات معناها حتى اللي في علاقة بالإعلام وكل شيء، نراه وضعية إعلام عمومي الهيكا مقصات من التدخل فيها وإبداء الرأي المطابق والمرور للتسميات. كل هذه ما هيش مؤشرات تخلينا اليوم يكون عنا حذر كبير وتخوف من وقد الإعلام التعديل الإعلام السمعي البصري معناه؟ شوف احنا تجربة خلتنا من اللي بدينا
كنا في كفاح طويل مع الحكومات المتعاقبة. ما كانش سهل الأمور بالنسبة للهيئة اليوم. ما حناش احنا طبعا التخوف موجود دائما. التخوف موجود والعمل في الحقل الإعلامي وفي فرض حرية التعبير والتعديل اتسيترا هو عملية مستمرة متواصلة. وما نجموش نقولوا اليوم ولا نجمو ننام ونطمئن على لا، يجب أن نكون حريصين ودائما طبعا بمواصلة العمل، مش نوقفوا نكتفوا يدينا ونقولوا لا والله باش ننتظر ونشوفوا شنو باش يصير. نحن نواصل العمل ونتمنى أن طبعا المجتمع المدني والصحفيين والتكتلات هذه الكل تتكون باش طبعا يقع احترام حرية التعبير، احترام المكاسب اللي جات توا من الثورة، رغم من المصاعب كما قلت مصاعب كانت كبيرة في بعض الأحيان، لكن كوننا كمان رصيد. تعرفوا أن الهيئة الآن ترأس الشبكة الفرنكوفونية الهيئة التعديلية اللي فيها 30 بلد توا عندنا 3 سنوات، وهذا طبعا علاش نظر للثقة اللي اكتسبتها الهيئة على الصعيد الدولي، العمل متاعها، استقلاليتها، الكفاءة متاعها إلى غير ذلك. دونك احنا ما احناش باش نشكروا رواحنا، لكن قمنا بعمل مهم جدا في فترة كانت فترة صعبة ومفصلية، ونجم نقول اليوم حققنا بعض المكاسب المهمة التي لا يجب التفريط فيها مهما كان. فما أعضاء سابقين في مجلس الهيئة شكوا في مبدأ الاستقلالية هذه وإلى أي مدى الهيئة عملها يمتاز بالاستقلالية، منهم السيدة رشيدة نايفر اللي كنت حاورتها قبل هنا، وقالت اللي المسألة وصلت حتى لأصحاب مؤسسات إعلامية يمارسوا ما سميته هي بالبانديتيسم على أعضاء مجلس الهيئة ويكون عندهم تأثير حتى على عقد اجتماعات أو فضة أو القرارات. والله أنا بيودي لا 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 أعلق على كلام السيدة رشيدة النايفر، هذا تعديها الزمن وكان رأيها ذاك. خاطر أنت تعود تحكي على مرحلة من الزمن، معناها تعمل في تقييم تاريخي، قلت حتى 10 سنين تقريبا. احنا وصلنا حتى قدام مجلس نواب الشعب في وقت من الاوقات على الادعاءات اللي صارت، ووصلنا معناها وفما حتى قضية في المحكمة إلى غير ذلك. دونك لا معناها غير معناها مش ما فماش فايدة باش ندخل في الموضوع هذا. احنا معناها اشتغلنا حسب ما يمليه الضمير وما تمليه طبعا الفترة متاعنا من استقلالية إلى غير ذلك، وإن شاء الله نكون وفقنا. طبعا هو بالفرنسية يقول لك كي نوفيريان نكراريان، أما كيفي فما بيان سور فما يعني تخوفات، فما ربما بعض الأخطاء، وهذا طبعا طبيعي وبشر. قديش مرة كنت في اتصال برئيس الجمهورية في العامين الأخرانيين سنوري الله؟ والله قابلنيه مرة أنا وعضو معايا في الهيئة قبل 25 جويلية 2021، قابلنيه مرة وطلبت العديد من اللقاءات أنا عديد من المرات، لكن لم أحظى إلى حد الآن حتى باش نقدم له التقرير السنوي للهيئة، التو ما فماش إجابة. ورغم هذا يعجبني تفاؤلك سي نوري. ما عندكش حل آخر؟ لا شوف راهو يلزم يكونوا متفائلين، خاطر سينو واحد يمشي مش عارف يمشي معناه يسكر على روحه ويقعد، معناه يلزمنا نواصله. التفاؤل هذا ماهوش مفرط فيه لدرجه انه انعدام واقعيه يولي؟ لا لا، خاطر هم مواصلين، احنا مواصلين العمل بنفس الطريقه وبنفس الاستقلاليه وبنفس الجراه اللي قاعدين نقوموا بها، وقاعدين ننظموا في المشهد معناها بما ينفع هذه البلاد وبما ينفع الإعلام وحرية الإعلام. المواطن التونسي اليوم فما العديد من المسائل اللي أهل القطاع وأهل الاختصاص يعرفوها، لكن المواطن التونسي كي تقول قمنا بدورنا باستقلالية بجرأة لكن النتيجة اللي انتم ما كنتمش وحدكم مسؤولين عليها في الهيكة، لكن النتيجة اليوم المشهد السمعي البصري اللي راه فيه، نجموش نحكيو على تعددية حقيقية اليوم في تونس سينوري اللجمي؟ هل أنه ترى اللي فما اختلاف ما بين خط تحرير تلفزة الفلانية أو تلفزة الفلانية؟ هل أنه فما تعددية في المشهد الإذاعي مثلا؟ شوف. هل أنه الإنتاجات، هل أنه راو في صحافة في التلفزة؟ إلى أي مدى راو في روبورتاجات، في تحقيقات، في وثائقيات، أو حتى في نقل صحفي
لأحداث ولا حاجة. يعني هذه تقريبا منعدم من الاخر باش نسهلوها، كاين نراو في انعدام تعددية وراو في الكثرة وقلة البركة. شوف مع الأسف بالنسبة للمستوى بصفة عامة غير مرضي، وإحنا ما حناش راضيين به. تبقى الهيئة لا دخل لها في نوعية المحتوى ولا المحتوى أو مستوى، كان بدنا تكون المستوى أرق مع الأسف الشديد. لكن الهيئة كان عندها دور تعديلي في توفير مناخ عام اقتصادي بالأساس، وفي إسناد إجازات لأكثر المشاريع المبتكرة اللي من الممكن أنها تلبي انتظارات المواطن وتكون عندها قدر معين من النوعية، وفي نفس الوقت اللي تخلق منوال اقتصادي يخلق لها ديمومة ومواطن شغل وغيره. صحيح. لكن هذه الحقيقة سنوري للأجمي ما احنا سعيدين نلمسوا في استراتيجية طبقت واعطات ثمارها في الاتجاه هذا. شوف مع الأسف الشديد لازم نعرفوا انه الهيئة التعديلية لا تشتغل لي وحدي، هي تشتغل في مناخ عام. احنا عنا تقريبا توا سنتين ولا اكثر نجريوا على صندوق لدعم الانتاج السمعي البصري. نحاولوا نحكيوا مع وزارة المالية ما لقاوش أذان ساخية، نحاولوا نحكيوا مع وزارة الثقافة ما لقاوش أذان ساخية. عملنا بحث كامل على الصناديق والدعم هذوما في دول أخرى كيفاش يقع تمويلها واللي يعطاو سمحني توسين نوري كي تقول لي هكاي، معناها المشكلة مادية المشكلة مالية؟ فما بين سير مشاكل مادية طبعا، مشاكل مادية سنوري المشاكل، مشاكل أكبر من هكا برشا. هاو مؤخرا نرجعوا ل 18 أوت الهيكا قامت بإحالة ملف قناة حنبعلة للنيابة العمومية من أجل شبهة تبييض أموال. طبعاً معناها أحنا بعاد على ناس قاعدة تخدم بمنوال إنتاج متماسك وعلى قواعد صحيحة وفما رغبة في النوعية، لكن ما فماش الإمكانيات. احنا في وضعية مختلفة جدا، ما فماش. كان حنا بقى احنا عندنا توا تقريبا 63 قناة راهو بين تلفزة وإذاعات وإذاعات جمعياتية إلى غير ذلك. توا الإذاعات الجمعياتية عندنا تقريبا 21 إذاعة راهو، وهذوما الكل ما كانوش راهو. مي بفعل يعني مجهود الهيئة وصلوا الإذاعات هذوما قاعدة تشتغل وعندها ارتباط بالمحيط نتاعها وإعلام القرب إلى غير ذلك. كل خطوات إيجابية قاعدين نحاولوا نظموا في قيس الاستماع والمشاهدة اللي هو عنده تأثير أيضا على الاقتصاد الإعلام الإيكونومي دي ميديا اللي هي مهمة جدا اللي ما كانتش منظمة مدة سنوات. دونك هذوما كلهم طبعا أمور فريمون مهمة، خاطر الإعلام ما يتقدم إلا بتوفر مجموعة من العوامل. بيانسير الصحفيين محترفين سمحني أنت تحكي لي على مجموعة من العوامل والكلام الكبير هذا كل واحد هارب البر لي باترون تاع لي ميديا اليوم، واحد هارب والآخر خايف من الحبس والآخر ينظف الفلوس والآخر نعرفوا فلوسه منين جايبها. معناها الحقيقة احنا حقيقة الظرف راهو اللي رانا نعيشوا فيه. اي لكن احنا معناها بعاد على سياق تتوفر فيه الإرادة باش نمشيو لصحافة الجودة او لإعلام نوعي. بينما نحكيو معناها كيما قلت خذيت مثال مؤخرا قناة حنبعل، معناها تم إحالة ملفها من طرف الهيكا على النيابة العمومية من اجل شبهة تبييض أموال. مثلا الملف هذا شنو صار فيه من اللي تم إحالته؟ هو قاعدين فما توا استماع قاعد يستمع في يعني السيرفيس المختصين في الحرس إلى غير ذلك، وقاعدة فما إجراءات قاعدين نقوموا بها. احنا طبعا وصلنا إلى حد كون ما عادش نجموا نواصلوا بالحالة هذه، دونك أحلنا الملف وهذا طبعا ما ينص عليه القانون، وتوا بيسير الأبحاث هي اللي مش تجيب. أما تبقىش حبيت نقول راهو يلزم تكاثف الجهود ناس كل، راهو الهيئة في أي بلد كان ما تنجمش هي تغير من وضع الإعلام إذا ما ثماش أولا وعي الصحفيين، التعديل الذاتي، أخلاقية المهنة، قواعد المهنة. هذا يلزم قاعدين نعمله في مجهودنا احنا كهيئة تعديلية، لكن طبعا المجهود يجب أن يكون من طرف زادة كل الأطراف المعنية بتحوير أو يعني تحسين الحالة الموجودة للإعلام اللي هي سيفري فيها برشة إشكاليات.
خاصة التلفز الحقيقة عدد كبير من التلفز سينوري لجمي ما نفهموش كيفاش خذوا الرخصة، كراو محتواهم وراو شنو يقدموا وراو اللي ما عندهم حتى إضافة حتى اقتصاديا معناها في طاقة تشغيلهم أو حاجة هكا، ما نفهموش كيفاش توجدوا وكيفاش خذوا رخصة وكيفاش قاعد يتواصل عملهم. لكن زادوا فما قرارات أخرى الحقيقة ما نفهمهاش، تو مثلا بكري نحكيو على الإعلام الجمعياتي والإعلام الجهوي وكل شيء، بينما أنه في السنوات الفارطة تم منح 3 إذاعات خاصة كانت تبث في نطاق جغرافي إقليمي، تم منحها رخصة على الصعيد الوطني، رخصة على الصعيد الوطني كما هكا طبعا باش تخلف عدم توازن واختلال في المنافسة، وبالتالي باش تضر الإذاعات الجهوية والإذاعات المحلية اللي ما زالت في طور النشأة وما زالت قاعدة تقف على ساقيها وتلقى في توازنها الاقتصادي. قرار كما هكا ما نجم يكون فهمه إلا بالطريقة اللي كنت نقول فيها. علاش قرارات كما هكا؟ شنو المبرر متاح؟ القرارات كما هكا هو أولا تعرفوا أنه أي مؤسسة إذاعة أو تلفزة هي مؤسسة اقتصادية عندها الحق باش تتطور وتعمل أرباح إلى غير ذلك، وطبعا طبعاً وأنه مؤسسة تريد أن تتطور وتكثف برامجها وتستجيب إلى خطر فما معاييرها، مش كل واحد نجم يقول أنا أعطيوني يعني ترددات أخرى قولوا له والله يبارك، فما ملف وفما يعني يجب الاستجابة إلى بعض المعايير إلى غير ذلك، وفما اللقاء بعد ما أعطيناهم استرجعنا الواحد لأنهم ما كانوش بإمكانهم باش على الأقل يستجيبوا للمعايير المطلوبة للشروط المطلوبة. دونك من المعقول أنه تو بعد 10 سنوات من الثورة أنه بعض المؤسسات تريد أن تتطور أن تتقدم، ما فماش يعني حتى رغبتها في التطور وفي التقدم مفهومة على الأخر وشرعية، لكن أنا هنا منيش نحكي على رغبتهم هما والحق والطموح هذا، نحكي على توازن يوفر تعددية ويخلق مناخ اقتصادي سليم حتى للمؤسسات الصغيرة باش تتطور. لا هذا طبيعي، لكن أي مؤسسة كما قلنا يجب أن تتطور وفما منافسة، فما بين الإذاعات وبين فما منافسة تكون منافسة شريفة. كاين الهيكا ما هيش واعية بالرهان الاقتصادي حول عمل الهيكا، مثلا راو اللي الهيكا تراقب التعددية، تراقب التنوع، تراقب تمثيل المرأة، تمثيل شرائح اجتماعية أخرى، لكن ما تراقبش وما عندهاش أناكسي باش تعرف مثلا العائدات الإشهرية قديش من الممكن أن السوق الإشهرية تستوعب من وسائل الإعلام السمعي البصري، واعتبارات كما هكا. شوف من المفروض احنا طبعا نطلب البيلون من عند الإذاعات غير ذلك ونشوف التوازن، وحتى حتى قانون الشركات غير ذلك، وقت تبدأ واحدة خاسرة ما تنجمش تواصل زادة كما هكا. تبقى هذا الاقتصاد الإعلام هو تابع للمؤسسة، يلزمها هي توفر افيك لو بلان دافير، يلزمها هي توفر. احنا تو ما احناش مسؤولين اذا قصرت ولا السيرفيس ماركتينغ نتاعها ما خدمش كما ينبغي الى غير ذلك، ماكوش مسؤولين. لكن التعديل فيه ايضا التعديل الاقتصادي، تعديل لقطاع وهو قطاع هو اقتصادي، وبالتالي تعديله يكون زاد على مستوى اقتصادي مش على مستوى أخلاقية المهنة أو التشريعات. التعديل الاقتصادي يصير هو من نفسه، يعني خاطر في دون لو بروسيسوس هذايا اللي ما يقدرش باش يواصل مش يسكر، فهذايا وفي كل الشركات مش كان في وسائل الإعلام مع الأسف. وعنا توا في فترة تجديد متاع بعض الإجازات، وطبعا من الأشياء اللي راقبوا فيها هي لي بيلون فينونسي، احترام حقوق الصحفيين إلى غير ذلك. دونك فما العديد حتى تصرف المؤسسة طوال السنوات الأخيرة، يعني ترى قداش عندها عقوبات، يعني ترى قامت بإخلالات كبيرة ولا لا، ولا الكل سيقع أخذ بعين الاعتبار في التجديد الإجازات. خلينا توا من المؤسسات الإعلامية الخاصة نمشيو للإعلام العمومي اللي عندنا الحق فيه، هذاك معناها انديبوندامون من علاقات الربح ومن العلاقات هذيك، كل مواطن عنده الحق في إعلام عمومي تعددي يحترم ذكائه ويقدم معلومة وخبر عنده مصداقية. هذا ما فماش اليوم في الإعلام العمومي للأسف، منيش نراو في برامج سياسية، منيش نراو في حوارات،
نراو في انحياز واضح وصريح لرئاسة الجمهورية ولأنصار رئيس الجمهورية، ونراو في تسيير الهيكا بيدها نقدته وتم استبعادها من إبداء الرأي المطابق وتعيينات جديدة. قعدنا في الوقت وقعدنا في الوقت اللي رجع للي ريفليكس القدم اللي عرفناهم وقت بن علي، ورجع للناس اللي عملوا عليهم باش يواصلوا في اللي ريفليكس القدم اللي عرفناهم من وقت بن علي. مع الأسف هو بالفعل خيبة أمل هو في الشيء اللي وصلنا له توا الآن، نوع من خيبة الأمل. وإحنا نبهنا وعملنا مراسلات، يمكن أخر مراسلة بعثناها الأسبوع هذا لرئاسة الحكومة على أساس تفعيل الفصل 19 ورأي المطابق ويزينا من نحكيه. فما تفاعل من رئيس الحكومة؟ ما فماش تفاعل، هذيك هي شراو المشكلة، ما فماش تفاعل، ما فماش تفاعل. كيفاش تفسر الشيء هذا؟ بون حجرة معناها بالحق، معناها في بالحق معناها في بلاد المفروض هم يقولون علاش تحترم نفسها أو جمهورية كما يقولون، خاطر فسرونا من قبل تونس جمهورية، في جمهورية تحترم نفسها هيئة تعديلية تعنى بأهم بواحد من أهم القطاعات في البلاد، تراسل رئاسة الحكومة أكثر من مرة لا تشركها لا تجاوبها. قلنا في بعد بكري في أول الحوار قلت لي كلمة تقزيم زيد شوي، هذا شنو تسميه؟ أنا خاطر لو كنا نشعر بها تقزيم رغم أن نقعد شرح كما كل واحد في مكانه. أما تبقى هما فما مخلين بأشياء معناها الحكومة ماهيش قادة تجاوب على مراسلاتنا إلى غير ذلك، من مسؤوليتها أن تقول لماذا، لماذا إذا عندها أولويات أخرى تقول لنا لماذا. قديش مرة قابلت رئيسة الحكومة نجلة بودن من اللي تم تعيينها سينوري لجمة؟ قابلتها مرة وحكيت أنا وياها على أساس ستكون يعني تفاعل وكذا للأشياء الملفات اللي حكينا عليها اتسيترا، لكن من وقتها ما فماش حتى يعني فما برشة أشياء ملفات مثلا. هل أن هذه مؤسسات وشخصيات نجم نعولوا على مصداقيتها؟ ما انا ما نحكمش على الشخصيات، احنا ما انا نقول نعمل قراءه، خليني قراءة من الشخصيات قراءة مؤسسات قراءه للواقع. فما طبعا مع الاسف دي لاكون يلزم نحاول نقول لهم حلول في العديد من المسائل. والاعلام راهو نقول لهم راهو الاعلام مهم جدا، راهو قطاع مهم جدا، راهو حجر الاساس للديمقراطيه، راهو اذا ما نفرطوا في الاعلام وما نتلهوش وما نعطيهوش يعني الاعتناء اللازم راهو سنتورط جميعا في ذلك، وهذا راهو مهم جدا. بالنسبه للاعلام العمومي بالفعل نبهنا العديد من المرات، قلنا عدم يعني الإكليبر، ما فماش إكليبر، قلنا في الاستفتاء كل العالم العمومي تقريبا ماشي أكثر للمساندة أكثر منه لنظرة تكون مستقلة وتأخذ يعني نفس المسافة من توسينوري اللي كنت تقول لي قلناه ونبهنا للشيء هذا. الحقيقة هذا ينجم يعملوا منظمات المجتمع المدني قبل ما تتوجد الهيكا، كان في الفترات الانتخابية حتى دي كواليسيون اسوسياتيف يعملوا مرصد ويعملوا معناها دي اوبيراسيون دو مونيتورينغ وقت الانتخابات ويخرجوا شنو هي التوجهات العامه، شنو هي اهم الاخلالات وغيره. الهيكا معناها طموحها انها تكون جمعيه؟ لا الهيئه قاعده تقوم بعمل مهم جدا وعمل تقني وعلمي منهجيه علميه. ما فماش راهو جمعيات من المجتمع المدني نجموا يقوموا بنفس العمل اللي قاعدين يقوموا به يعني بنفس المستوى. تحب تكونوا جمعيه سانك اتوال ولا عندها مصداقيه اكاديميه قويه؟ هذه من الادوات، هذه من الادوات باش نقولوا الاعلام العمومي اليوم ما قاعدش يخدم دوره. هاو عندنا ادوات علميه وقاعدين نشوفوا اللي الاعلام العمومي مع الاسف الشديد ماهوش قاعد يقوم بدوره، ماهوش قاعد ياخذ بنفس المسافه من الناس كل، ماهوش ماشي يكون يعني مفتوح للناس كل لكل. لكن كمان فرضنا اشياء وصلنا فرضنا في اشياء انه الناس كل لازم تمشي للاعلام بصفه عامه، وحق من حقوق اي مواطن انه يوصل للاعلام ويعبر على رايه الى غير ذلك. دونك احنا كما قلنا راهو في معركه متواصله، فما حلين، اما نكتفوا دينا ونخرج ونقولوا لا والله خليوا الكرسي فارغ، والا نواصل العمل مع الحرص على انه نحافظ على المكاسب ونحاول نطورها.
بيان سور تجي فترات صعيبه راه في كل مجتمعات، ان شاء الله ما تكونش يعني فترات صعيبه تطول برشا. احنا ان شاء الله نكونوا متفائلين كون الفترات الصعيبه هذه سيتولد عنها يعني فترات اكثر ايجابيه واكثر تفاؤل بالنسبه حتى للشعب. ونا بزونسا الشعب التونسي يلزموا التفاؤل، يلزموا حوايج اللي وكان الكروا، خاطر لو كان راهو يفقد واحد الامل سيفيني المجتمع راهو مقارنه بالفتور ولا مبالات اللي تواجهوا فيها اليوم من طرف السلطه. فما مرحله كانت السلطه مهتمه بقرارات لايكا وبتطبيقها، نتذكر التدخل وقتها حول قناه نسمه، وفي مرحله اخرى مع قناه الزيتونه. هل انه السلطه في المرحله هذيك استعملت لايكا كاداه ووظفتها لضرب الخصوم السياسيين؟ وقت اللي انتهيت من ضرب خصوم السياسيين مشيت في تهميش لايكا وعدم الاكتراث لمطالبها لقراراتها لتوجيهاتها. لا اعتقد ذلك، خاطر لان احنا الاشكاليات اللي عندنا مع القنوات هذه راهو بدا عنده سنوات ترى، فهمت معناها، وجاء الوقت اللي تحلت فيه بعض الاشكاليات، لكن طبعا خاطر فهم مناخ سياسي كله تبدل الى غير ذلك، لكن مش معناها كون الهيئه وقع استغلالها ولا لعب بها ولا لا. احنا او مره في الفتره هذيك سمعوها وطبقوا قراراتها، لكن توا ما يسمعوهاش، ما يطبقوا حق، ما يطبقوش قراراتها، وسامحني في الكلمه، كي تراسلهم يحقروها. لا شوف احنا ماذا بينا والله نتفادى الحقره وكل شيء تسيتيرا الكلمات هذه. تعرف بون فما المعاملات بين بين انا عندي بين كما تعرف كصحفي عندي واجب تسميه الحاجات بمسميات. فما بين المؤسسات ساعه تلقى اشياء من نوع هذا، عدم الاجابه الى غير ذلك، ونحاولوا نتفاداو طبعا انه نتورطوا في عدم نولي وكأن ما فماش حتى تجاوب. يلزمنا في وقت من الاوقات نوصلوا ونقعدوا مع بعضنا وتوردوا لطابل ونشوفوا شنو الاشكاليات الى غير ذلك. هذه اذا نحبوا نوصلوا باش نرسيوا ديمقراطيه صحيح. ويلزم ان شاء الله نوصلوا للحل هذا، واحنا مواصلين على في العمل نتاعنا، الى ولو انه راهو نطالبوا انه نلقاو حل، خاطر الهيئه هذه الى متى ستبقى. يلزم بون كوراج سي نوري لجمي في المشروع هذا. نشكرك على حضورك بحضنا اليوم وعلى اجابتك على كل اسئلتنا. نكملوا نتبعوا الملف هذا، ملف مهم جدا، تعديل الإعلام السمعي البصري في تونس وبالطبيعة حرية الصحافة والإعلام. شكرا نوري اللجمي رئيس لايكا. شكرا جزيلا. You